كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ندهت لصحاب محسنين وعاونوني الله يجازيهم بخير وندهت لهم وعاونوني ما بحاليش وما عنديش وانا نتوما ساكنة على الكراج ما عندي لا بطالة والو تعاونوني الناس يعطوني ناكل تندخل عندهم طواليط ما يمكنش في الليل تبقى عليهم يدخلوا ولكن الحمد لله ندهت النداء صحاب محسنين ما تعطلوش عليا وعاونوني الله يجازيهم بخير وخلف عليهم. وهاد النداء هذا وقتاش درتيه؟ درتو اليوم وما تعطلوش عليا الله يجازيهم بخير وسهل اليوم. السلام عليكم. السلام لالا. تلبية للنداء ديالك حنا توسطنا لك من احد المحسنين اللي تبرعوا بهذه البركه هذه وبهاد جوج القسيوات لهاد النيته هذه وكنتمنوا ان الظروف ديالك تحسن ان شاء الله. كذلك واحد مساهمه ماديه باش تشري مثلا دواء ولا داكشي اللي خاصك وكنطلبوا لك الصحه وكنطلبوا على ان محسنين اخرين يتعاونوا معك ويفرحوا هذه البنيه هذه اللي هي الان كتقيس هذه القسيوه ونتمنى لك الصحه وان شاء الله هاد المحسنين راه ما غينساوش لان المغرب فيه ناس وفيه محسنين وفيه ناس ذو الكرم وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده ونحن كاملين كشعب مغربي بعد اجتياز هذا الوباء بفضل الحنكه والسياسه ديال صاحب الجلاله كنتمنوا على ان يتصلوا بك محسنين اخرين ونتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه ونقدر نشوفوك ان شاء الله مره اخرى في ظروف جديده وقبل لنا على البركه هذه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.